يا جماعة هسي خالكم تقدروا تمشوا بيه للبيت، لكن عليكم الله يا جماعة، عليكم الله. وأنا بقول لكم للمرة الألف، الزول ده ما داير يتحرك كتير لمدة 10 أيام على الأغلب. يعني الحين يا دكتور، يعني نشيله ولا نخليه ولا ايش نسوي؟ آي تقدروا تمشوا بيه هسي. اصبر اشرب الدواء عليك الله اول باول. خلي شوف الدكتور يقول الدواء. جيبه يا جماعه، امشوا به الدواء. وش كان الدواء؟ الدواء يمشوا عليه حبتين بالمساء وحبتين بالصبح. هاي عليك الله ما تنسى. يلا مهم من بدنا راسه. يلا يلا دايرك تنتظم في العلاج، انتظم في العلاج ان شاء الله. هاي انتظم في العلاج.